الإجهاض العلماء لهم فيه أقوال، كلهم متفقون على أن الإجهاض بعد الأربعة أشهر الأولى حرام. ده اتفاق جميع الفقهاء، ما فيش حد شذ عن هذا ولا قال كذا، إلا بعضهم في بعض طرق الأحناف قالوا أنه يكره ذلك، لكن في إجماع من الفقهاء على أن الإجهاض بعد الأربعة أشهر بعد 120 يوم الأولانيين حرام. ده اتفاق ما فيش في خلاف. قبل بقى المدة دي كلها، قبل أن ينفخ فيه الروح بقى، في أقوال بقى قبل الأربعين يوم ولا بعد الأربعين يوم ولا قبل 120 وبعد الأربعين أو قبل الأربعين، أقوال متعددة كثيرة جدا، منها بالكراهة ومنها بالتحريم ومنها بكذا. الحقيقة أنا أميل للرأي القائل وهو رأي المالكية بأنه يحرم الإجهاض من أول يوم. الحقيقة المالكية رون ذلك وأنا أمشي على الرأي ده. إيه الفكرة أو إيه العلة من عدم الإجهاض؟ واحدة بعد أربع شهور اكتشفت أن الولد منغولي أو كذا أو في أو طالع فيه عيوب خلقية أو كلام من هذا القبيل، فطب تولده ليه وتعذب الدنيا وتعمل الكلام ده كله ولا كذا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أمر مهم جدا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يحذف من قلوب بعض الناس مسألة الأنانية المفرطة. فهي مش مسألة الأنا وبس، يعني أنا نفس وهو كذلك نفس، فينبغي علي أن أحافظ على هذه النفس المريضة التي لا تعقل عشان يفهمك قد إيه حرمة النفس دي. إن هو عايز، يعني ربنا سبحانه يريد إن هو يبث في قلوب الناس حرمة النفس. لدرجة إنك بتشوف واحد قلقت، أنت من وجهة نظرك مش أنا اللي قرر إنه النفس دي تبقى سوية أو غير سوية أو سليمة أو غير سليمة. ما ممكن واحد، هقول لك، ما ممكن واحد يتولد سليم وذكي وحاجة 100% ويجري في المخدرات ودماغه تتجنن. لا أو ممكن الواد ينزل سليم وتجيله حمى مثلا، يبقى يقلب الدنيا على طول، يبقى عنده او يعني يعمل حادثة فتروح في الحبل الشوكي فيرجع رباعي. هي أسوأ حتى من المنغولية. صحيح. يعني يعني دي حاجة يعني أصعب. فإيه المسألة دي؟ مسألة تقدير العزيز العليم، هو الذي يقدرها سبحانه وتعالى كيفما شاء. فهنا عندي هو عايز ربنا سبحانه يريد أن يعلمنا شيء مهم جدا، إن إحنا نحافظ على النفس ولحرمة النفس، أدي واحد. نمرة اتنين، إن لما يتولد هكذا وأنا أقوم على رعايته أو الأم تقوم على رعايته وتربيته والكلام ده كله وتحافظ عليه، الكلام ده لما بيحصل يؤجر عليه العبد ويثاب عليه، يمكن يكون هو ده سبيل الإنسان إلى الجنة. طيب، إيه الحالات اللي بيسمح فيها الإجهاض؟ إذا كان ولادة الطفل ستؤثر على وفاة أمه، في الحالة دي الأم تقدم على الإبن، على الجنين، لأم خلاص نفس كبيرة، ودي من حفظ الله سبحانه وتعالى للنفس. فدي خلاص ست كبيرة وكذا، وقال لك إن دي ست ديك هيحصل عندها انفجار في الرحم لو استمر الحمل، الست ديك لو وصلت لمشاعر كذا يحصل كذا، يبقى لازم نتخلص منه. خلاص يبقى نتخلص منه. ليه بقى؟ لأن احنا تخلصنا بمقصد شرعي اللي هو المحافظة على النفس على الأم برضو. على النفس برضه، مش المقصد بشيء آخر. تمام.